أخيرا صدر الحكم في القضية المعروفة إعلاميا بمقتل طالب الرحاب. قضت الدائرة 11 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الخميس بمعاقبة المتهمين بقتل طالب الرحاب بالإعدام شنقا للمتهم الأول اللي هو الأب بقتل طالب الرحاب والسجن المؤبد لحبيبة خطيبة طالب الرحاب والسجن المشدد من 5 ل10 سنين لباقي المتهمين. طبعا القضية كانت رقم 9820 لسنة 2018 جنايات الشروق والمقيدة برقم 575 لسنة 2018 كل القاهرة الجديدة برئاسة المستشار أحمد حنفي المحامي العام الأول للنيابات والمعروفة إعلاميا بطالب الرحاب. أكد المتهم الرئيسي أشرف حامد أن آخر كلمات الطالب الرحاب اللي هو بسام أسامة قبل ما قتله قائلا هو أنا بعد ما كتفته والناس مشت أنا فضلت أعاتبه وأقول له شفت يا كلب وصلتني لإيه، خسارة 6000 جنيه اللي دفعتهم في تكتيفك وإحنا في عرض الفلوس، أنت فاكرني ضعيف أديك شفت الراجل الكبير عمل إيه. فقعد يقول لي أنا آسف يا عم شريف وأنا بحبك والله. وكمان كشفت المتهمة حبيبة اللي هو خطيبة القتيل آخر حديث بينها وبين المجني عليه وقالت أنا قعدت أعاتبه وأقول له ليه وصلتنا اللي إحنا فيه دلوقتي، إنك تقول إنك كان في علاقة بينهم ورغم كل إنه كان على بقه بلاستر صوته كان مفهوم وقال لي مش هاجي جنبك تاني. القضية كانت إن الأب اللي هو حكم عليه بالإعدام اللي هو شريف اللي هو أبو الحبيبة خطيبة بسام استدرج بسام لشقة في الرحاب كان مأجرها الأب وقام بحفر حفرة كبيرة وكتفه من إيده ورجله وحط بلاستر على بقه ومناخيره ودفنه في هذه الحفرة وطبعا تم القبض عليهم وتم صدور الحكم اليوم. وكشفت التحقيقات ان في خلاف نشب بين المتهم الاول والمجني عليه بعد ما اكتشف ان المجني عليه اللي هو بسام الله يرحمه اكتشف ان الاب كان مزور بطاقة تحقيق شخصية وكمان مزور شهادة وفاة له مطلع لنفسه شهادة وفاة عشان يهرب من حكم قضائي بالسجن، وهي حبيبة قالت له لبسام على الموضوع دوت. هو بعد كده هددهم لما حصل خلاف بينه وبين حبيبة هدد حبيبة ان هو هيقول على والدها وعلى التزوير اللي هو قام بيه. ومن هنا عزم المتهم وباقي المتهمين على قتله واستأجروا إحدى الشقق في مدينة الرحاب واستدرجوه عن طريق خطيبته اللي هي حبيبة المتهمة التانية واشتركوا جميعا في قتله وأخفوا جثته ودفنها في حفرة أعدها المتهم الأول بالشقة ثم سرقوا ما بحوزته من متعلقات.